طيب تعالوا نروح لخبر آخر، إنه بيبدأ يوم السبت القطار الكهربائي الخفيف طرح أسعار التذاكر بنسبة تخفيض من 30 ل 40%، وده الاشتراكات بنسبة تخفيضات 50%، وده للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. أعلنت شركة RATP للنقل كايرو، الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل قطار العاصمة، مشروع القطار الكهربائي الخفيف، عن الأسعار الجديدة لهذه التذاكر. بتصبح سعر التذكرة لثلاث محطات 10 جنيه بدل 15 جنيه، 15 جنيه لسبع محطات بدل من 25 جنيه، و20 جنيه لما يزيد عن سبع محطات بدلا من 35 جنيه. هيتم تطبيق هذه الأسعار الجديدة من السبت اللي هو النهاردة 17/9/2022. شيء رائع جدا إنه بيتم إنشاء مدينة جديدة بتستوعب الطاقات وبتستوعب الازدحام السكاني، وإنه يتعمل لها في المقابل أيضا وسيلة المواصلات للوصول إليها. والحقيقة إنه القطار من أهم وسائل المواصلات اللي موجودة في العالم كله، سريع جدا، بيوصل في أقل وقت وبيوفر مجهود وبيبقى في وسائل الراحة، وزي ما احنا شايفين دلوقتي القطار بيتميز بأنه بمواصفات عالمية للوصول للعاصمة الإدارية.